السلام عليكم يا شباب، رجعنا مع فيديو جديد ان شاء الله هنتكلم فيه عن الليمفاتكس اوف ذا لور ليمب. الليمفاتكس اوف ذا لور ليمب اهم جروب في اللور ليمب. هو في الحقيقه اللور ليمب فيه عده من الجروبس اوف ليمف نودز، بس اهم واحده فيهم هي السوبرفيشال انجواينال ليمف نودز. السوبرفيشال انجواينال ليمف نودز، السوبرفيشال انجواينال ليمف نودز موجوده قريبه من الانجواينال ليجمنت. بص معايا كده، كنا بنقول ان احنا عندنا في الابر بارت اوف ذا سايدي ثاي، الابر بارت بتاعها كان في حاجه اسمها الانتيريور سوبيريور الياك سباين، كان بيجي منها الانجواينال ليجمنت. بص كده، قريبه من الانجواينال ليجمنت تظهر عندي تو جروبس اوف ليمف نودز. التو جروبس دول مع بعض بنسميهم السوبرفيشال انجواينال ليمف نودز. ادا جروب وادا الجروب التانية. بص كده، احنا كل جروب منهم هنسميها على حسب وضعها في الجسم. دي هوريزونتال ان شيب صح، يبقى نسميها الهوريزونتال جروب. دي فيرتيكال ان شيب فنسميها الفيرتيكال جروب. كل جروب منهم بيتكون من حوالي 5 إلى 6 ليمف نودز. طيب موقعهم بقى، لو احنا عاوزين نوصف الموقع بتاعهم هقول لك والله الهوريزونتال جروب موجوده فين؟ موجوده عند الانجواينال ليجمنت. طب هو الانجواينال ليجمنت دي كانت علامه لحاجه؟ كان مكان اتصال حاجه معينه يعني؟ ايوه، كانت مكان اتصال تو لايرز من اللايرز اوف ذا ثاي. كان عندنا السوبرفيشال فاشيا البوستيريور بارت بتاعها كنا بنسميه الممبرينس لاير. لما جت الممبرينس لاير بتيجي تتحد مع الديب فاشيا، كانوا بيتحدوا قريبا من الانجواينال ليجمنت، فيقول لك ان الهوريزونتال جروب present near the inguinal ligament at the site of attachment أو union of the deep membranous layer of the superficial fascia with the deep fascia. okay. طيب بالنسبة للvertical group، الvertical group زي ما انت شايف كده كانت بتيجي حوالين vein رئيسي ماشي في upper part of the thigh. هو في الحقيقة كان ماشي في الساي كلها، بس كان بيظهر عندنا في anterior part of the upper part of the thigh. كان عندنا دي سافينس اوبننج كان بيجي يدخل فيها، فكنا بنسميه الجريت سافينس فين. هي حوالين الابر بارت اوف ذا جريت سافينس فين. اوكي، يبقى دي الفيرتيكال جروب ودي الهوريزونتال جروب. طيب بيعملوا دريننج ليه؟ للور لمب بس؟ هل في مناطق تانية بتروح لها الدرينج منهم ولا بس اللور لمب؟ تعالوا كده نشوف. بص معايا كده للصورة دي، دي الحاجات اللي بتعمل درينج داخل السوبرفيشال انجواينال ليمف نودز الليمفاتكس اوف ذا لور ليمب. بص كده، بيجي لها الليمف درينج من اللور ليمب تحتها كله. طبعا انا عندي عده جروبس، يعني مثلا في هنا في البوبلوتيه الفصه في بوبلوتيه ليمف نودز حوالي 3 ل 6 ليمف نودز. في عندي هنا قدام على التيبيا من قدام كده حاجه اسمها الانتيرير تيبيا ليمف نودز واذر ليمف نودز. كويس، دول كلهم بيروحوا عشان يصبوا فين؟ يصبوا في السوبرفيشال انجواينال ليمف نودز اللي فوق. طيب ايه تاني؟ بص كده جنبهم، مش دي منطقه الجينيتاليا الاكسترنال جينيتاليا؟ هتلاقي بيجي لهم ليمف نودز او الليمفاتكس اللي جايه من الجينيتاليا بيروح يصب فيهم. في فوقهم كده منطقه اسمها البيرينيوم. البيرينيوم هو اللور بارت اوف ذا بيلفس، الجزء السفلي من الحوض اسمه البيرينيوم. فبيجي لهم من جزء البيرينيوم ده واللور هاف النصف السفلي من الانال كانال، اوكي، من القناه الشرجيه. يبقى بيجي لهم منين تاني؟ ثلاث حاجات كده احنا لسه قايلينهم لحد دلوقتي: اللور ليمب، الليمف نودز اللي جايه من اللور ليمب زي البوبليتيال والانتيرو تيبيال، تاني حاجه الجينيتاليا، تالت حاجه البرينيوم واللور هاف اوف ذا انال كانال. فاضل حاجه معينه الكتاب بتاعنا كده مزودها، قالك والله واخد من الابدومينال وول. طبعا فوقهم الابدومين والابدومينال وول، كل المنطقه اللي تحت الامبلايكس، كل المنطقه اللي تحت السره بتيجي تصب في المنطقه دي في السوبرفيشال انجواينال ليمف نود. اخر حاجه وهي حاجه بسيطه الكتاب حب يعمل كومنت عليها مخصوص، قالك بص يا سيدي، لو احنا قلنا ده الفاجينا يعني ده، وفوق هنا بيبقى اليوترس اللي هو اللي هو مخصوص بالفيميل، في الفيميل مش موجود في الميل. اليوترس او الرحم في الفيميل، قالك الجزء العلوي فيه اسمه الفندس، فندس اوف ذا يوترس ان فيميل. طب اشمعنى اختص الفندس؟ قالك لان اليوترس بيبقى الى حد ما مرتفع شويه فوق منطقه البلفيس، يعني بيعدي البلفيك كافيتي بشكل ما، فعشان ما نقولش ان هو الفينس در او نقول ان الليمفاتيك درينج بتاعته رايحه لمنطقه الابدومين، لا، قالك ده هو على الرغم من انه الى حد ما بيعدي منطقه البلفيس، لكن ما زالت الفندس دي بتنزل وتروح تدي الدرينج بتاعها للبرينيوم. طبعا اليوترس مش مكانه هنا بالنسبه للرسمه، اللي هو اليوترس فوق، بس انا راسمه لكم هنا عشان تشوفوا شكل الفندس بتاعه اليوترس، اوكي، او الفندس بتاعه الرحم.
بكده يبقى احنا خلصنا تقريبا كل الفيديوهات اللي كانت مطلوبة مننا في او اللي كانت متحددة عليكم في جزء اللور ليمب. اشوفكم بخير، سلام عليكم.